دباك هذاك كيفاش كيفيق من النعاس وهذا كيفاش كيفيق من النعاس. هذوك ساكنين في فيلا قداشنا هي بيتو بوحدو كيفيق على البوكيمون وعلى وي باربي جيرلز دان دان وكيفيق الدري زوين مع 6 الصباح هاش كارتو كلشي مقاد غادي زوين. كيلقى ماما كتسنى فيه بالحليب باش يولي فيه الكالسيوم. بونجور مون فيس مون انفون اي بو اي بو تو اي بو كتعطيه كويس كيشرب كيخرج ناشط كيجي عند باجي يلقى باجي يقرا في لابوغس باش بوغس فرحان تقول بونجور مون فيس اي بو مون فيس demain tu deviendras un grand financier comme ton papa. Qui est la maîtresse qui est en train de dire bonjour Karim. Les enfants sont en train de dire bonjour Karim. Chef de l'homme pour bonjour Karim. Montez. D'abord, كيوصلوا دايخين ساعة وما كيديروا لا ثيرابي باش يلاه يدخلوا القسم. ولكن تيوصل بخير وعلى كتلقى له ميتريس ثاني في الباب كتدخلوا كيلقى لي بوتي جوي لي بوكيمون عاوتاني ولي بوكيمون اللي مع صحابو. لوطخ فامي منير باقي نعت سعود امه كتغزل يا نوض السقع يا نوض بغيت لك مصيبة انت وباك وبوا اش داير يا نوض المسخوط انا بغيت لك باطل. هو وصحابو كيدوي وانا راقد كيفيق كيفيق زعما لا كاين لا غنى لا والو كيفيق مغوش بعدي ولا بعدي ولا على لا على لا على لا على لا لا القرقرة كل نهار القرقرة كل نهار انا نضرة غيدخلوا عليك المدرسة يدخلوا لي يخرجوا على سوقي انا باغي نحرك الطالية انا كاع نوض يا وليدي نوض يا وليدي سير لمدرستك نوض راه غيجيب باك وما يعجبك حال نوض او انا طيب دير ليا الفطور انا خاصنا لوليدي الحمام العشاء ديال البارح ولا ما قداتكش نطيب لك مطيشة والبيض غادي وتاكل تتوصل شو دابا ديك الدراري كتلقى الاخر غادي مع ديك العائله كتصاوب له مساكن دوك اللي لاباس عليهم على الامكانيات داك الشيء دوك اللي الفوق كتصاوب له الكوتي ديالو غادي به ومني كيوصل كتجلسوا لا ميتريز مع 11 في الاستراحه كدير له داك المشاور هنا وكتمسح له وكياكل بالفوخشيط والموس والاخر غادي بخبز بالمرقه ديال البارح والشحبات هي انت هي بيتها وغالا والاخر تابعو الاخر تابعو مالك ارش 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 سير فحال سير 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 فحال الشعب بوحدهم كيوصل داخل دخنا لكم داخل الصباح والدبان قشقش عليه والمرقه خارجه منا غيصبح مقلوب هذاك غادي قالبها الطوموبيل والاخر قالبها المرقه كيف اختي تقولي هو فين جا شكارتي؟ كتقولي شكارتك شو انت فين درتيها البارح؟ انا كاع ما بانت ليا، بقات عاد حماد مول الحانوت ومن البارح يلاه نوض سير خذ شكارتك وسير المدرسة، كياخذ شكارتو تيمشي للمدرسة. لوطخ فامي الدري مشى للمدرسة كتلقى لا مامو تتشوف دوك لي كوب لي سون مانيفيك هذوك لي جون بحالكم دابا على كاع تقول سافا شيغي سافا مون امور كتسمعي مون امور شيغي لي مو دامور واخا كيتخربيز بيناتهم شيغي مون امور كيقولها Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, ma chérie? Oh, aujourd'hui, j'ai un dîner, un déjeuner, débat, et je ne peux pas déjeuner avec toi, ma chérie. Oui, ma, mon amour, prends la voiture d'elle, et خذي ديال الخدمة, انا ناخذ ديال الشعب, على حساب الشعب, ما كاين مشكل, وغادا, قادية مشين امورهم. لوطخ فامي, ما كاين لا شيري لا مون امور. الراجل راجع من السوق طالع عليه الدم, كيدفع الباب برجله, برو, صيفط لي هذاك الملقط سكويلة, عاد لقيتيه يخرج. سيري طيبين لنا شي كاس تاع اتاي تسلقي به ان شاء الله زم فمك ولا درك نهدموا لك شو لي مو دامور كي دايرين وسبحان الله هاد الكوبل هادو صماخش كتلقاو بوالدين 14 وغادي كتلقى الراجل كتلقى ديما نافخ ليها عينه وصماخش نافخ يقول لك اخا يضربني ما يخلي مني يضربني وما كتفهم والو ما كتفهم والو هما مضاربين يوميا الله يعطيك الله يعطيك مصيبه كتدعي عليه وكتدعي فيها وفي الاخر كيبقوا عايشين نهار كيموت كدير فضيحه اه يا نهار صيبه مني كيرجعوا الدراري من المدرسه كريم مني كيرجع زويون غزال مع الخمسه كتلقى له ماما عاوتاني بعصير ديال الليمون باش يكون ديما عنده مقويات وداك الشيء او مون شيغي مون بيبي امبراس مامون وزوين تا هو وحشمان وكتشد الكتومه ديالو كتبدا تقرا اه لي دوفوار دوجوردي تبارك الله اه فوز افي في كوا كونتابيليتي انترنت فينونس لوطخ فامي اه هادشي كيديرو شو لي سيبر شكون فيهم الدري عنده عمل كيبقى كيطير في الانترنت هما لي كارت زوروهم في درب غلف قاع هادشي
بارك الله عليك الزيت. خلعني نسحبو غيتيري فيا انا. اللي زوين هو انه في لوطخ فامي الاخر سدوا عليه الباب في المدرسه وراجع. وباه يلاه جلس كيبان لي الدريجي سالت. اجيت لهنايا. انت جيتي امك بغيتي ما نجيش اجي لا تجي. ياك يلاه مشيت للمدرسه علاش رجعتي؟ انا ما مشيت للمدرسه في قول لي علاش رجعتي؟ انا هذاك مع الشيخات مع راس الدرب هذاك مع عبد الرحيم الصويري كنا في هذاك سميتو وانا نجي. اش دخل عبد الرحيم الصويري مع عماد النتيفي مع مازين؟ اش دخلت لهاد الناس هاد؟ كيقراو معاك؟ انا كنت مشيت سميتو هذاك الباب وانا نلقاهم سدوه وانا رجع. ها قول مشيتي معطل لقيتي الباب سدو تترجع حيت دوك المدارس الحكوميه باش كيعجبوك مع 8 دقيقه كيسدو ما يخلوش باب محلول. علاش دابا الدراري الاغلبيه ديال الدراري كينقزوا من الحيط؟ دابا حنا عندنا دو سبور مجهدين فيهم في المغرب. عندنا القفز على الحواجز والجري حيت من صغرنا ولا راه تابعنا. على دابا عماد واحد القضيه هذه القضيه عبد الرحمن انا دابا كتصحب دابا تصحب دابا القروج دابا القروج عاجو تيجري راه غير كيوقف هكا كيجي واحد كيمور كيقول له عندك لا راس كيوقف وما كيبقى فين يدخل لا دار لا والو كيبقى يدور يدور حتى كيقول له عاد حكنا معك عاد كيوقف ميداليه ذهبيه سعيد عويطة نهار عقبهم كيكذبوا عليه ما بقاش كيدخل هو الاول. انا اللي عجبني هو ان تقول اجي لا تجي كتجي من المدرسه كتلقاهم ديما سادين ديما سادين الباب اجي لا تجي. قول لي شتك انت ما كتقرا وما والو ما وراه ما كيقريونا والو. كيفاش ما كيقريوكم والو؟ وراه ما كيجيش المعلم وكيفرقونا على الاقسام مره كيحطوني مع ابتدائي الاول مره ابتدائي الثاني مع الدراسي ناقص كاع انا. اجي لا تجي اجي اجي لا تجي. راه نشوف هذاك الكتاب ديالك كتلقى عنده كتاب ديال 100 ورقه بقات فيها 50 ورقه داك السلك دارها. هذا هو الكتاب اللي شريت لك فيه 100 ورقه ومن بقات على 50 راه كنصاوبوا الصوارخ. صوارخ تصاوبوا الصوارخ راه مزيان. لوطخ تيقرا في المدرسه لي بيتيت شونسون داك الشيء زوين وين كتقول له شونت موا ان شونسون دري صغير زوين وتيحشم انا ما ماش شونت باش تون بخي مون كارسون ماشي شي واحد مغني انا نغني سي تقول سي سي كيحشموش سيرتو دوك لي زونفون دو لا غو يا صاحبي تا يلاه في الطوموبيل تيطلب هذاك شي كبارو عرفتي دابا الدري زوين فين ما تقدر كتقول له غني ليا تيبدا تيغني ديك الاغنيه ديال داكور ماما لو بيتيت عندي على طول مود افيك با لو بيتيت اه خوت كريم معانا لوطر فابي اجي لا تجي تايا انا نشوف داك الكتاب اش فيه شنو هو هذا؟ هذاك راه تاريخ شنو هو؟ تاريخ انتم باقيين كتقراو التاريخ الاخرى الانترنت وحنا باقيين في التاريخ واخا يلاه عرض عليا امك تقاري انا عارض عليا الا شفتك غادي مقاد نعرفك مقاد شفتك تعواج نعرفك زرق يلاه سيد سكان المغرب الاولون زيد سكان المغرب الاولون ايوا زيد مالهم غير رحلوا مالهم خاصهم شهاده السكنه شنو سكان المغرب الاولون وزيد سكان المغرب اجل لهنا اجل تلقب اللي بالي قدك تلقب اللي حقر على امي لا كثير اجل حقر على امي